تحد حيث تظاهر الآلاف من الأمريكيين في شوارع العاصمة واشنطن، ذلك احتجاجا على معارضي إصلاح النظام في البلاد. المتظاهرون المنتمون إلى عدة اتحادات عمالية والقادمون من ولايات مختلفة اتهموا مراكز المال وأصحاب المصالح باستغلال جهود الفئة العاملة من الأمريكيين وتعريض هذه الفئة لوضعية اقتصادية صعبة بفقدانهم وظائفهم ووضعيات اجتماعية معقدة بإرغامهم على ترك بيوتهم. من واشنطن تقرير رابح فيلالي. بالآلاف هم جاءوا إلى قلب واشنطن ومن ولايات مختلفة، جاءوا للاحتجاج على معارضي الإصلاح المالي المطروح حاليا للنقاش بين المشرعين الأمريكيين. أغلبية الناس عبر كامل البلاد يعانون وضعا صعبا، نريد تغييرا حقيقيا يسمح لنا بالبقاء في بيوتنا. يعتقد هؤلاء المتظاهرون الذين يعتزمون التحرك عبر 20 ولاية أن مجموعات الضغط والمؤسسات التي تعمل حاليا لمنع إحداث أي تغيير على آليات عمل النظام المالي في البلاد لا تراعي مصالح فئة واسعة من الأمريكيين. حان الوقت ليتوقف معارضو الإصلاح عن ممارسة ضغوطهم. الإصلاح مطلبنا كمواطنين أمريكيين. هنا في واشنطن لم تمنع التغيرات الجوية الطارئة ولا غزارة الأمطار هؤلاء من تنفيذ مخططهم الاحتجاجي الذي بدأ بتجمع في قلب المدينة ثم تبع بمسيرة في الشوارع انتهاء إلى مقر وزارة الخزينة مرورا عبر مبنى مقر بنك أوف أمريكا. هذا العبور المسيج أمنيا كرر خلاله المحتجون شعارات تساءل فيها عن قيم العدالة في الديمقراطية وعن جدوى النظام الذي لا يستفيد منه غالبية الأمريكيين. نريد أن نقول للبنوك الكبيرة حان الوقت لتضع حياة الناس أولا قبل منافعكم. هذه الاحتجاجات يقول المتظاهرون إنهم يريدون لها أن تصل إلى أسماع كل من يعارضون إدخال إصلاحات على النظام المالي في البلاد. نحن كمواطنين لسنا للبيع، نريد من كل أصحاب القرار أن يستمعوا إلى رغباتنا، نريد استعادة الوجه الحقيقي لديمقراطيتنا الأمريكية. لم يقتصر الاحتجاج على معارضي الإصلاحات المالية فقط، إنما امتد ليمس أيضا معارضي إصلاح نظام الهجرة القائم حاليا في الولايات المتحدة. قال أحد الخطباء فوق منصة التظاهرة: إننا بالتجمع هذا وبمساندة الإصلاح نريد أن نستعيد من مراكز المال أمريكا الحقيقية وليس أمريكا التي يريدها أصحاب المصالح ومراكز المال. أخبرني عن الوجه الحقيقي للديمقراطية، حينها سوف أخبرك أن هذه الديمقراطية التي تحدث الآن لا تعمل لصالح الجميع. على الأمريكيين أن يجدوا نظاما اقتصاديا يعمل ولصالح الجميع. حان الوقت لتحقيق هذا الهدف. هذا جزء من الشعارات التي رددها هؤلاء المتظاهرون هنا في هذا اليوم المطر في شوارع واشنطن احتجاجا على آليات الاقتصاد القائمة حاليا في بلادهم. رابح فيلالي، الحرة، واشنطن. وبعد قليل سنواصل النشر وفيها عرش ملك